أسسوا مجموعة دول البريكس. حضرتك بتعرفي مجموعة دول البريكس اليوم إيران، للي ما بيعرف، إيران تقدمت بطلب عضوية إلى دول البريكس. إيش؟ إيران تقدمت بطلب عضوية إلى دول البريكس. ثلاث دول يدرس انضمامها إلى دول البريكس، منها حلفاء إلى أمريكا. مين؟ مصر. مصر، ومصر بالمناسبة هي عضو في بنك التنمية الجديد الآن دي بي، اللي هو أسس الدول البريكس. السعودية. نعم، السعودية من الدول التي قد تدخل إلى دول البريكس. قد مش تقدم. لا ما تقدم. أي قاعدة؟ على قاعدة. مع الدولة الثالثة شو هي؟ مين هي الدولة الثالثة؟ تركيا. طيب. على اعتبار أن هناك تركيا من الاتحاد الأوروبي إلى البريكس، يعني من البحث عن الاتحاد الأوروبي إلى البريكس. نعم، هذه المفاجآت. يعني تركيا لم تتدخل في الاتحاد، لم تدخل في الاتحاد الأوروبي. رفضت لانه هي كانت ماده، بس طيب شو خيار لم يتح لها. طب نحن بنعرف الاتراك بيشتغلوا على القطعه، ما بتكون يعني بحلف بالاتحاد الاوروبي، هي دول البريكس موجوده. بس السعوديه شو الـ يعني الفكره من انضمامها للبريكس؟ السعوديه اولا هي واحده من كبار الدول المصدره للنفط، من الاقتصاديات الناميه الكبيره في المنطقه، من الدول التي استطاعت، خلينا نحكيها هي، أن تهز العصا لأمريكا من خلال ورقة روسية. أي متى كانت السعودية تقول لأمريكا لا؟ أي متى كانت السعودية تجابه القرار الأمريكي؟ لما تكون الأوضاع منيحة أو مع الروس الأمريكية، عندما استطاعت أن تشبك مع روسيا وتستفيد من اللحظة التاريخية اللي أنا بلشت أحكي فيها، من اللحظة التاريخية اللي هي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورفضت السعودية أن تأخذ طرفا ضد طرف آخر، أو رفضت أن تشجب العملية العسكرية الروسية. ليش هذا مش منعطف؟ هذا منعطف كبير جدا. طيب دول البريكس 40% من سكان العالم، أوكي، 33% من الناتج القومي في العالم. ما الذي يمنع على مواجهة أمريكا فيها؟ بيقولوا لك اليوم مجتمع دولي ست سبع. بس اليوم استاذ فادي، طيب ليش عم اقول لك انه في شيء اقدر واحترم كثيرا الكلام اللي عم تفضل فيه، هذا كلام جديد مش مسموع من قبل. طيب يعني هل تعلم انه دول البريكس اسسوا بنك البريكس والغوا التعامل، هلا هو قائم، الغوا التعامل بالدولار خاصة. صحيح. بين إيران وبين روسيا، وبين روسيا والصين، وبين الصين وإيران، بين كل دول البريكس، كل دول البريكس ألغي الدولار. طيب إذا عم نحكي 40% من سكان العالم، ما الذي يمنع أنه قدرتنا على مواجهة المشروع الأمريكي؟ انتبه، ما عم بينقال إلغاء أمريكا، لا ما حدا في إلغي أمريكا، يعني خلينا نكون واقعيين، خلق توازن، بس على الأقل تقدر تخلق يعني توازن. يعني هناك محور جدي اليوم يقوم بوجه او يتحضر، يعني صار الامريكان. بس النقطه الاساسيه استاذ فادي، يعني كنت عم بقول لك كثير بحترم كلام اللي قلته، وكثير مهم اللي كشفته هلا بهذا الموضوع، منه مش ما بيمرمروا الكرام يعني. بس اليوم عن جد قد ايه في قدره عند السعوديه تحديدا وعند مصر ايضا انه تروح بهذا المنحى، بمنحى البريكس؟ هيدا تحدي كبير للامريكي، يلي بده يروح هذا المنحى بده يكون عن جد جاهز انه يتخلى عن حبل السره. لم تكن السعوديه جاهزه لتقول لا لبايدن؟ كل المهزله اللي شفناها بزياره بايدن في السعوديه، من استقباله في المطار وصولا الى كل ما، هذا ما كان تحدي؟ طيب هذا كان تحدي، بس في تحدي بيقطع. طيب. في تحدي ما بيقطع، احنا بنعرف البريكس هو تحدي اكبر، تحدي كبير. احنا بنعرف موضوع الطاقه وحاجه اوروبا الى الطاقه وحاجه امريكا الى الطاقه، انسي موضوع اعلان القدس وكذا وهذه التفاصيل، لانه نحن بنعرف علاقه السعوديه باسرائيل واضحه، ما في شيء مخبى بعد فيها. ولكن عم نتحدث عن رفضوا جماعه التطبيع، ليش بدنا، ولكن وافقوا على يعني على فتح المجال الجوي لاسرائيل كمان. ما في انساها، انا هيدي ما في انسى فتح المنصات الإعلامية الإسرائيليين كمان على مستوى السعودية، هذا موضوع ثاني اللي عم بحكي فيه أنا. بعد العملية العسكرية الروسية، ألم تكن تحدي بالنسبة للسعودية أن لا توافق أمريكا على قرارها في مجلس الأمن؟ ألم يكن تحديا للسعودية بأن لا توافق على طلب بايدن بزيادة الطاقة؟ ألم يكن تحديا بضرورة انخفاض أسعار النفط؟ خدمة لمن؟ نحن بنعرف أنه ليش بده يخفضوا أسعار النفط، لحتى لا يستفيد الرئيس بوتين من زيادة أسعار النفط، وحتى يستطيع أن يضغط على زيادة النفط